زملاء الاعزاء، ايها المناضلون، ايتها المناضلات من اسلاك قوات الامن الداخلي، لكل من يقف حجره عثره امام العمل النقابي في المؤسسه الامنيه، ان كان من السياسيين او من المجتمع المدني او من الحقوقيين او ما شابههم، اقول لهم هذا يوم تحدي الى من تخول له نفسه المس بالنقابه. يا ايها النقابيون، هذا يومكم. نوجه الخطاب للشعب التونسي ونحب نطمنه ونحب نقول له اللي المؤسسه الامنيه ستكون وستظل محايده وستخدم الشعب التونسي دون سواه. نحن كالماء، لا لون لنا ولا طعم لنا ولا رائحه لنا، ولكننا ضروره في هذه البلاد. كذلك ساتوجه بخطابي الى كل من اصدر هذا المرسوم والمنشور. نحن لسنا تونسيون بدرجة ثانية، نحن تونسيون سواسية كبقية التوانسة، وباش ناخذوا حقوقنا كما التوانسة الكل وبالقانون. اليوم مارسوا الأمنيين عندهم نقابة أمنية اجتمعت بمقرتها اللي غير مباشرين لعملهم، وهذا من حقهم وهذا يفضل القانون ويسمح به القانون. واحنا كسائر الجمعيات والمنظمات الأخرى والمنظمات النقابية الأخرى مارسنا حقوقنا في الاجتماع المنظم كان بترخيص، والأمن اليوم من حقه كيف وكسائر المواطنين الكل باش يحكي في مشاغله في عائلة واحدة ملمومة. ما يخفيكمش اللي قاعد يصير، فما العديد يحكيوا على ميليشيات، فما العديد يحكيوا على اسلحه تلقى في مدنين، فما يعني في بنقردان مؤخرا فما اعتداءات صارت على مواطنين تونسه من طرف ليبيين، فما مشاكل على الحدود. من المشاكل هذه اللي قاعده تصير معناتها حبيت نحاول نجمعها الكل. شنو هو موقف نقابات قوات الامن؟ علاش ما خرجتش موقف حازم في شكل بيان ولا يعني في شكل رسمي فيما يتعلق بالاحداث هذه الكل؟ احنا ادلنا في عده مناسبات الاعتداءات على الامنيين وعلى مقراتهم وعلى اسرهم وعائلاتهم في عديد البيانات، وقمنا بوقفه احتجاجيه قدام مقر وزاره الداخليه من اجل تجريم الاعتداء على الامني وعائلته والمقر نتاعو اللي يخدم فيه. وقلنا ان الواجب علينا باش نفعلوا القوانين ويقع اعلامها وتوزيعها بشكل كتيب في المجلس والمساق عليها في المجلس الوطني التاسيسي، واحنا واعيين وانه فما ثقافه امنيه ماهيش موسعه لكافه العموم المواطنين. القوانين هذه نعرفوها كان نحن، وحتى احنا لي قله منا غايب عليها الشان هذايا. المواضيع هذه ما تبقى في حكايه السلاح وغير السلاح نجم الشان الاداري يجاوبك عليه الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه الاداره. احنا نقابيين هيك النقابيين ندافعوا على الامور المهنيه والاجتماعيه والصحيه. بالنسبه لسجون السلاح هو ساعه تحييد معناتها العمل بشكل عام، معناتها بعد معناتها انهاء العمل بالتعليمات وتحقيق المطالب بالنسبه لكافه الاعوان والاطارات تاع الاداره العامه لسجون السلاح. من ذلك وانه معناتها احنا عندنا برشا مطالب ما تحققتش بكل، وعندنا شكون تعزل وعندنا شكون توقف معناتها في ظل حكومه الثوره. ما تحاولنا مع السيد الوزير العدل ايجاد معناتها صيغه للتعامل، والا اذا كان هو سماها مصالحه المصالحه ما رعنا الا وليد زروخ مثلا هو كاتب عام محلي نقابه سجون السلاح في قمر يقع ايقافه في فتره اولى ومحاكمته والقضاء يبرئوا، الا انه بعد ثلاثة أربعة خمسة ايام تو توقف شاكي به فتح العيوني ما نعرفش بان مناسبه، فهمت؟ شاكي به مستشار وزير العدل، المستشار هذا اللي يجهل تماما العمل السجني وقاعد يتصرف وكانه معناتها ما نعرفش هذا كانه مقاطعه سجون بالنسبه له. بالروح بالدم نبيك يا نقابه بالروح.
أنا استغربت صراحة من رفع قضية في شأني من طرف فتحي العيوني، واليوم اللي تعرف فتحي العيوني بمن يرفع القضايا. أنا كنت منبهر صراحة من مجموعة 25 محامي والضغوط اللي يتعرضوا له، محاكمة الشهداء واحد، لكن كسر لي الانبهار هذا السيد فتحي العيوني أنه يخدم في خدمة أكثر من الخدمة اللي يخدموا فيها مجموعة 25 محامي، لكن في اختار طريق واحد آخر، كله يشوف معناه معاه يدخل معاه مجموعة من المحامين باش يهزوا معاه وذن القفة، خاطر ياسر علي معناها بالرسمي ليد وحدها ما تصفقش، ومعناها حل واجهات كبيرة على نفسه. لكن صراحة أنا معايا أنا وما نحبش ندخل في تفاصيل القضية، لكن والله العظيم لا الإنسان ذيك كنت نعرفه معناها معرفة سطحية في بلاتوات حنا باعل في عهد النظام السابق، ومعناها ما نظنش كان جاء معارض أنه وصل، معناها كان قبل ما يوصل للمنبر إعلامي كان اللي لمع صورة النظام، معناها ما كانش يوصل المعارض إلى المنبر الإعلامي. ما شفناش الشيخ عبد الفتاح مورو ولا راضي النصراوي ولا عباد مناضلين وصلت المنابر الإعلامية. السيدة ذي كانت تيتيلير في بلاتو إعلامي في حنا بعض. اليوم معناها يتوجه لي بتهم، معناها وقالوا له ما نحبش ندخل في التفاصيل كالعادة، لكن نقول للسيدة ذي وستثبت له الأيام أنهم ورطوك صراحة، أنهم ورطوك ولن أتراجع قيد إنملة على تتبعك، تتبع قضاء. ليه